كنت مقدم في مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين من حوالي سنة بالظبط كده، فالحمد لله يعني حققوا لي الطلب بتاعي، والحمد لله جبت تليفونات وجاب اكسسوارات وجاب ازاز ريحه وجاب وشوش تليفونات وكده، والحمد لله شغال كويس، وفتحت محل الحمد لله وشغال كويس. في عندي تليفونات صيني وفي تليفونات زرايب وفي اكسسوارات. القصه بدات ان كنت مشترك جورنان، والله كان منزلين عرض في الجورنان اخبار اليوم من حوالي فتره كده، ما اصنع نفسك، برنامج اصنع نفسك، فجيت قدمت وعملت دراسه جدوى وقدمت الحمد لله قبلت يعني وكده. فقلت لهم عملت مشوار التليفونات دوت، انا شغال في عبد العزيز بقالي فتره يعني وكده، وكنت عامل بطاقه ضريبيه وسجل تجاري بس من لسه مجدده، وجبت التليفونات الحمد لله وجبت الشغل اللي انا هعمله ده، في اكسسوارات، في تليفونات تاتش، في تليفونات صيني، وفي عندي ازاز ريحه طبعا تحت ب 20 جنيه و15 جنيه، فانا اعملها برضك عرض حلو ب 10 جنيه، وفي وصلات شواحن. لما جيت قدمت طبعا جم عملوا معاينه في البيت عندنا والمدام وكده اهوت، وقال لي هتشتغل ايه؟ قلت لهم والله رحت معبلهم شغل، عملت لهم عينه وكده بالحاجات اللي انا هشتغل فيها، اللي هو مثلا ازاز الريحه وفي الاكسسوارات اللي هي المشط والفرشه السنان ومكنه الحلاقه. فعجبهم الموضوع واتصلوا بينا الحمد لله يعني وكده. رسالتي ان يعني يشتغل، هو في الحمد لله في حاجه زي مؤسسه مصطفى امين دي مثلا، يعني ما كناش نعرف الموضوع ده، فجينا قدمنا والله الحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله، ومراتي هتشتغل معايا برضك في المشروع ده وانا هشتغل. وفي برضك حاجه تانية انا ناوي اعملها، اللي انا هعمل مثلا اعلان ان مطلوب شباب للعمل مندوبين، ده ان شاء الله برضك بالشغل اللي انا عامله ده من مثلا زي كده حاجات، مثلا جمله بتيجي ب 2.5 مثلا، لما تطلع ب 4 جنيه و5 جنيه مش وحش.